ومن نجومنا اللي نورونا النهارده في الحفلات نوبي، واللي بدأ مشواره من 4 سنين بأولى أغانيه مبابي وعمدة النوبة. وطبعا في أغانيه هو متأثر جدا بأصوله النوبية، ومثله الأعلى هو الكينج محمد منير. وليه كده توليفة موسيقية خاصة هنعرفها منه في حوارنا، ومن أشهر أغنياته شيخ العرب وجزيرة الفيلة. أهلا بيك يا نوبي. أهلا بيك يا مار، أخبارك يعني إيه؟ خلينا نقول إن أنت من الأسماء القليلة في الحفلة يعني في سهرتنا النهارده الفاميليير معروفه نوبي، غير بقى راف وغير المقنع وارسنك. فيعني مش محتاجه اسالك بقى نوبي طبعا يعني ايه، بس عايزين نتكلم بقى على المزج اللي انت عملته ما بين التراث النوبي والراب. الراب في النوبه شكله ايه؟ واصل لهم ازاي؟ هل مختلف عن الراب اللي احنا عارفينه؟ بص، هو يعني الراب النوبي مش مختلف عن اي حاجه، عن اي راب موجود في اي محافظه تانية، فاهم قصدي؟ هي بتعتمد اكتر عن الشخص اللي من البلد دي نفسها بيعمله ازاي. انا عن نفسي لما بدات افكر ان انا امزج بين النوعين دول، ذاكرت الناس اللي سبقتني، ومنهم طبعا يعني كينج محمد منير، طبعا حمزه علاء الدين، علي كوبانا، احمد منيب. طبعا دول يعني اللي هو ذاكرتهم وقعدت اسمع المزيكا بتاعتهم وبشوف هم ازاي قدروا يوصلوا للنوع ده، وفي نفس الوقت بحاول اعمل ده بطريقتي بالجيل بتاعي دلوقتي بيسمعه اللي هو الراب، فاهم قصدي؟ فهو فيوجن يعني بياخد وقت، بس يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا يعني اطلعه بشكل مختلف كل مره يعني.